الحاجة زينب بتقول انها عملت عمرة وبعدين الناس في المسعى بعد ما انتهت من السعي ومن المناسك الخاصة بالسعي والطواف وكذا إلى آخره، قالوا لها لا انت ما تكشفيش شعرك علشان الأجانب حواليك ويشوفوكي، وهم معاهم حق طبعا في كده. فروحت، فبتقول أنا نمت وغيرت وبعدين نسيت أقص شعري، فهل ده؟ وبعدين لما قمت وانتبهت ولقيت زميلاتي في الغرفة بيقصوا شعرهم رحت عملت زيهم، هل ده يؤثر على العمرة؟ لا خلاص، ولا يؤثر ولا حاجة. هو انت تحللك من العمرة هيحصل بمجرد ما تقصي شعرك، كونك غيرتي او نمتي او كذا الى اخره ده ما يأثرش. ثم انت تقول انا قلعت الاحرام، المرأة لا احرام لها في ثيابها، المرأة الرجل هو الذي له صفة معينة في ثوب احرامه، اما المرأة فتلبس ما تلبسه في سائر الاوقات. فانت كنت لابسة مثلا جلابية بيضة مثلا او شيء من هذا القبيل وبعدين غيرتيها مثلا ولبستي بيجامة او جلابية تانية ما يجراش بلون حاجة، تاني كمان مش مشكلة، بلون تاني احمر ابيض اي شيء ما طيب. يجراش حاجة. طيب بخصوص يعني اقصد ان التحلل حصل من اول ما حضرتك قصيتي شعرك، يعني ما لهاش حاجه الحمد ابدا لله. ابدا. طيب.